أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا نذر شخص فقال: إن شفى الله مريضي أصوم 10 أيام في رجب من كل عام، هل يوفي بنذره فيصوم 10 أيام في رجب، حيث أن بعض الناس يعظمون رجب؟ هذا نذر مكروه، لأن تخصيص رجب لعبادة دون غيره نذر مكروه، فلا يفي به. ليس نذر طاعة، هذا تخصيص رجب ليس نذر طاعة، فيصوم 10 أيام من غير رجب. نعم.